كنا فاتحه عند السكيورتي برا يفتح. لا لا خلاص كفايه عند السكيورتي. بالنسبه للهجات طبعا بلدنا كبيره الحمد لله، الحمد لله تنوع اللهجات هذا جزء من 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 ثقافه وجمال بلدنا. فعلا جمال جمال والله جمال. صحيح والله. صحيح والله. الحلقه امس قلنا بنتكلم عن المشاركه الاسيويه صح؟ الانديه السعوديه في المشاركه الاسيويه، وهذا هو المحور حق المشاركه الانديه السعوديه في بطوله اسيا. كنا حنبدا في الحلقه ما يلزمنا الحين افضل صار جناح المفروض. ايه بنخلي بعد شوي خير الله يستر. ابغى اتكلم عن الاهلي. اوه عادي جدا 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 انك تخسر، وعادي جدا انك تشارك في بطوله قاريه وتخسر من اول المباريات وتطلع من مجموعات او ما تؤدي اداء جيد. بس يا جماعه يعني خصوصا بعد حديث طارق كيال هنا في البرنامج في الحلقه السابقه، وانت تشوف الاهلي اليوم يخسر 5 يعني يضيق صدرك. شوف حتى لو ما كنت اهلاوي وحتى لو ما كنت تشجع الاهلي، حتى لو كنت تشجع نادي منافس للاهلي، توجعك بعض النتائج يعني وتستفزك وتقهرك لما تشوف فريق فيه امكانيات فيه عناصر. يعني الاهلي ما اقول لك ما يخسر، الاهلي ممكن يخسر في مباراه اليوم، العناصر اللي فيه ممكن تخسر بس مش بهالنتيجه. ترى في لعيبه دوليين في الاهلي، في لعيبه على اعلى مستوى، وخصوصا بعد كلام طارق كيال من يومين واللي قاعد يتكلم فيه عن البيت الاهلاوي من الداخل. لا وبعدين انت لما تجي تطالع وتتذكر طيب صار في خطوات جمعيه عموميه ما صار فيها شيء، طب وبعدين يعني بننتظر؟ احنا بنقدر نتفرج على ذا الاهلي او الاهلاويين يتفرجون على الاهلي لين يوصل لمرحله صعبه ونبدا احنا نقول والله لا يهبط الاهلي. قلتها من يومين، النصراوي عارف فريقه وش فيه وعارف وين رايح، الهلالي عارف فريقه وش فيه وعارف وين رايح، الشبابي الاتحادي، الاهلاوي ما يعرف فريقه وش فيه بس هو عارف وين رايح. الهاوي مش طبيعي اللي قاعد يصير مع الاهلي، ولذلك هذا هو موضوع الحلقه في بدايه اليوم اللي هو النادي الاهلي.